فيتش وتركيز مش عايز يبص في عين كامبانيا لحسن. من المميزين في ضربات الترجيح على فكرة، ضربات الجزاء جدا، مش عايز يبص في عين كامبانيا، وأخذ الإشارة من المجري وداخل الصربي على الأوروغواني، وهوبا طبعا طبعا قوية، طبعا قوية دون أدى حنية، حلوة 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 حلوة، حطها في حتة، والله لا كامبانيا ولا عيلته كلها يقدروا يعملوا فيها حاجة، قوية جدا جدا وفي جانب الشبكة، والهدف الأول في الدقيقة 29 لصالح نادي الهلال بأقدام متروفيتش. طبعا احتفال مع سالم الدوسري اللي هو كان معتاد انه يكون المسدد الاول لضربات الجزاء، لكن ده بيعكس قدر كبير جدا من التفاهم اولا، ومن احساس سالم بدوره ككابتن. سالم دلوقتي حتى مش باينه في الشاشه، لكن بيحضن جيسوس حضن خاص جدا، وكان جيسوس متفاهم ان انت اللي كنت بتاخد ضربات الجزاء، لكن انت سبتها لزميلك، زميلك الهداف، لان انت دلوقتي مش مجرد لاعب جيد في الفريق، انت كابتن الفريق، وهكذا يكون الكابتن. صحيح. واذا ميشيل هو حلال العقد، يعني قبل كده